يعني أنا الآن إذا ألفت كتابا ونقلت فيه كلاما، هذا الكلام هو كلام السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، أو كلام السيد الخوي رحمة الله عليه، أو كلام أي كاتب آخر سبقني فألف وطبع. طيب، متى أنسب الكلام لنفسي؟ متى؟ الآن نقلت عبارة السيد الخوي عندما يتحدث عن قضية التحريف، يقول حديث تحريف القرآن حديث خرافة. وضعت نقطة، وضعت نقطة. ما قلت السيد الخوي، أو قلت السيد الخوي ولكن ما ذكرت وين. إذا قلت السيد الخوي، خب ما نسبته لنفسي، لكن علي أنه إذا انتهى الكلام أضع نقطة وأضع بالهامش إشارة. إذا ما قلت السيد الخوي، قلت قال بعضهم، قال بعض العلماء، أو قيل، أو لا هذا ولا هذا، قلت هكذا حديث تحريف القرآن حديث خرافة لا يقول به إلا، آخر كلام السيد الخوي في كتاب البيان. لا قلت السيد الخوي، ولا قلت هذا كلامي، ولا نسبته، ولا أشرت بالهامش إلى أنه منقول من كتابه، ولا وضعته بين قوسين. ماذا يسمى ذلك؟ هذا يسمى سرقة، هذا يسمى انتحال، ويسمى سرقة علمية. ما هي السرقة العلمية؟ السرقة العلمية أن تستخدم نصا أو فكرة لغيرك مطبوعة منشورة ثابتة النسبة له من دون أن تقول إنها فكرة فلان، خلاص أنت سارق. يقول بعضهم إذا واحد ذكر المصادر في نهاية البحث يكفي، هذا كلام أطفال، هذا كلام أطفال. دليل، أنا أقول لك هذا كلام، هذا كتاب صيانة القرآن من التحريف، من مؤلفه؟ الشيخ محمد هادي معرفة، الشيخ محمد هادي معرفة. طيب، هذا الشيخ الذي ألف هذا الكتاب أصدر هذا الكتاب عام 90. في نهاية الكتاب لا يوجد فهرس للمصادر، انتهى هذا، ينتهي الكتاب، ينتهي الكتاب، ينتهي الكتاب، يبدأ فهرس المحتويات، لا توجد فهرس مصادر. طيب، هذا الكتاب هل كاتبه أمين علميا؟ نعم، في أعلى درجة الأمانة العلمية. طيب، إذن ما هو دور فهرس المصادر؟ لا شيء، حتى الإنسان يعرف أنه أنت استخدمت مصادر، ويعرف طبعات المصادر، لأنه بعض الأحيان الطبعات تختلف، ماذا تذكر؟ فهرس المصادر. الآن ما موجود، هل هذا الكتاب فيه مخالفة للأمانة العلمية؟ كلا. هذا النوع من المخالفة ماذا يسمى؟ يسمى مخالفة فنية. طيب، لماذا يقع بعض الناس، بعض المؤلفين، ومنهم علماء الشيعة، منهم أيضا علماء غير الشيعة أيضا، في مثل هذه القضايا؟ لماذا؟ لأنه هؤلاء علماء ليسوا طلبة جامعات، ولا طلبة بكالوريوس، ولا طلبة ماجستير، ولا دكتوراه وما شاكل ذلك، فلم يدرسوا هذه القضايا الفنية، إنما رأوا قبلهم علماء سابقين كتبوا كما كتبوا وحافظوا على الأمانة العلمية. أما قضية الفهارس فهذه ترى ليست قديمة، الفهارس الفنية ليست قديمة. أولا ما كان هناك فهارس فنية، الفهارس الفنية بعد ذلك ظهرت. أولا كان هناك إشارة إلى المطلب في الهامش هنا،
في الهامش كما يفعل هنا. كما يفعل الشيخ المعرفي. هذا كتاب أمين وصاحبه قدسة